السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم برادغا و كلاش اوف كلانز، ومعي صديقي باي ايوب. الان في حلقتنا الجديدة او حلقتنا الاولى التي نلعب معا، سأريكم قريتي بسرعة كبيرة. عندي مورتر في ليفل 3 واكبر ليفل حتى الان في تاون هول 5. عندي ويزر تاور او تاور الصحراء في الليفل 1 واطوره الان الى الليفل الثاني. عندي هذا في الالكسير، اين اضع مخزن الالكسير في الليفل الثامن واطوره الليفل التاسع اقصى ليفل. عندي هذا في الليفل التاسع. عندي السادس ارشر تاور وهو اقصى ليفل حتى الان. عندي الليفل كانون في الليفل السادس وهذاني في الليفل الخامس فقط، وهذا في الليفل الاول لانه قليل من ياتي ويهاجمك من السماء. وكما ترون هنا ساريكم الجنود بسرعه. عندي ابو سيف او البربيريان في الليفل 3 وهو اقوى ليفل حتى الان. عندي الارشر في الليفل 3 وهو اقوى ليفل حتى الان. وعندي هنا الحرامي او العفريت السارق او تبلح الجوبلين على ما اعتقد. وعندي الجاينت في الليفل 2. وعندي المفاجئ او والبيب كارز والساحر او الويزارد والبالون او المنطاد في الليفل الثاني البرق والبرق في الليفل الثاني واطوره في الليفل الثالث. انتظر فقط المخزن حتى يتطور، هذه مشكلة. الان ساريكم هجماتي التي قمت بها. كما ترون انا اخسر كثيرا لاني اضع بيتي خارجا ليس داخل السور كما ترون، لكن هنا دائما كل هجماتي فوق الاربعين الف، احاول الاربعين الف العشرين الف، وخصوصا الذهب. انا احتاج الذهب كثيرا حتى اطور الاسلحه، خصوصا الاسلحه. كما ترون اخر هجمه لي من 14 دقيقه وكلها بواسطه اشخاص فعلا ثمنهم رخيص، وهم الباربيريان والمفجر والارشر والحرامي والبرق. كما ترون ساستعرض هذين الهجمتين، هذه امس وهذه اليوم. سابدا بهذه الهجمه ومن تعليق برادغا. الان فنار، عندما رايت هذه القريه اول شيء يجب هو الكلان الذي او تروف قوي، لكن هذا الكلان لا يعطيه شيء. Oh,
نلتقي بعد قليل في لاجمة أخرى مع براتكا. كما نرى عدنا بسرعة. في الحلقة الثانية سنهاجم كما ترون أنا وهي الجيش سيكون عبارة عن والبيكرز 6. أنا أضع دائما هذا العدد فهو كافي أكبر من كافي، وأحاول أن أضعه مع السحرة وعمالقة وبالون. لا أعرف بالضبط كم سيعطوني. كما ترون أنا وضعته هنا بقي العملاق واحد والبرق يجهز والصحراء. كما ترى طوروا المهم الجولد ماين، والآن إلى الهجمة الثانية. وهم آية في الهجمة الثانية الذي هاجمت أمس لا أذكر التفاصيل. كما ترى ذهب وكان الحرام إذ والآن انتهت الهجمة. حاولت أن أرى ما الخطة التي لكن ويزر تاور قد دار. باي باي باي. والآن انتهت حلقتنا مع فردكا و أيوب باي. نراكم لاحقا أطيب المنى.